صباح الخير عن جديد ولأولى فقراتنا لليوم يلي هي بتخص كل الأهالي يلي عندهم أطفال وعبدهم يركزوا على مهارات الطفل يلي موجودة عندهم ويحاولوا يبنوا له ثقافة شخصية خاصة بالطفل قديه ممكن تساعده ببناء شخصيته للمستقبل بتسهيل أمور الحياة المعقدة قدامه. دائما اكتساب المهارات بيخلينا نحن كأطفال بيخلينا أكثر ذكاء، لهيك كل الأهالي لازم انه من الطفل هو وصغير لحتى يكبر يساعده لحتى يتعلم هي المهارات ويقوي شخصيته، لانه بس يصير كبير اكيد رح يصير طفل ذكي مثل ما نحن هلا. صحيح يا عفا، كثير حلو اليوم يمكن نشوف طفل ذكي عنده ثقافه ان كانت تماماً. اجتماعيه فكريه لغويه. هون يمكن بنتساءل بنقول هل يا ترى السبب اليوم نتيجه البيئه المحيطه يلي تماماً. هو فيها او نتيجه العائله او نتيجه ممكن اليوم امتلاكه لمهارات معينه بتخليه مختلف عن الأطفال اللي حواليه بأعمار مختلفة. اليوم مشاهدينا نحن قديه مهم نثقف أطفالنا بكثير من المجالات، ونحن نعرف تفاصيل أكثر مع ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الكاتبة المتخصصة في أدب الأطفال نور الشاطر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبداية نعرف المشاهدين، لما نحن بنقول اليوم ثقافة الطفل أو نحن بدنا نعطي لهذا الطفل ثقافة إن كانت اجتماعية أو تعليمية أو حتى بالمهارات يلي بتساعده كتير لحتى يكبر وينشأ بشخصية قوية. الثقافة الطفل هي جزء من ثقافة المجتمع. فينا نقول تعريف بسيط عن الثقافة إنه هي مجموعة المعارف المتنوعة والخبرات المختلفة اللي بيكتسبها الفرد خلال حياته. طبعا المحيط أو البيئة هي الهدف الأول للطفل أو هي المنهل الأول اللي بياخذ منه الطفل ثقافته اليومية. ثاني شيء في عنا نحن المدرسة، لما بيكبر الطفل بيصير في مرحلة المدرسة بياخد الثقافة والتعليم عن طريق المدرسة. طبعا الثقافة مهمة لبناء شخصية الطفل لأنه هي اللي بتسقل مهاراته بالحياة وهي اللي بتخلي عنده سوية وعي أفضل. كمان الثقافة هي اللي بتحفز موضوع الإبداع عند الطفل، بحيث أنه نحن لما بيكون في عنا طفل مثقف نحن عنا مشروع لطفل مبدع في الحياة. تمام استاذة نور، يعني نحن نعرف انه الثقافة هي مولدة اللحظة، هي نتيجة اليوم مجموعة من المعارف من المعلومات من الافكار اللي ممكن فعلا يكتسبها الطفل. خبرينا اكثر شو هي العوامل اللي بتساعد اليوم وبتساهم بشكل كبير انه تخلي الطفل مثقف من عمر صغير. اولا البيئة، لما بنكون نحن في اسرة مثقفة او تتقبل الثقافة او بتشتغل على موضوع الثقافة، وهون بدي فرق بشيء كثير مهم، موضوع التعليم وموضوع الثقافة. احيانا فكرة التعليم بتكون منفصلة عن فكرة الثقافة، فكثير نحن في عنا متعلمين لكن ما في عنا مثقفين، وفي عنا مثقفين لكن ما في عنا متعلمين، او الافراد نفسهم مو ضروري يكونوا متعلمين ومثقفين. ففكرة الثقافة هي منفصلة ومتصلة مع فكرة التعليم. فلما يكون في عنا أسرة أب وأم وأخوة ومحيط تهتم بموضوع الثقافة، بموضوع القراءة، بموضوع الكتاب، بموضوع تحصيل الثقافة بكل أنواعها، فنحن هون عنا مشروع لطفل مثقف. ثاني شغلة موضوع المدرسة، المدرسة الطفل عم يكتسب منها المعلومات وهي المعلومات هي جزء من الثقافة، فبدها تكون كمان المدرسة حريصة على إيصال المعلومات والتعليم الجيد للطفل حتى يكون هذا الطفل هي المعلومات اللي عم ياخذها تكون جزء من ثقافته. بالإضافة إنه الأهل بدهم يكون في عندهم ميل لموضوع الثقافة، انهم ياخذوا اطفالهم ليحضروا محاضرات ثقافية، انشطة تفاعلية، يروحوا على المراكز الثقافية، يساهموا بخلق شخصية الطفل عن طريق الكتاب ومحبة الكتاب والقراءة، لانه دون القراءة نحن ما بنقدر نحصل على اي نوع من انواع الثقافة. كمان البيئة او المحيط يلي بنحط فيه الاطفال، يعني اصدقائهم، بيئة اللعب، اي مكان بيكون بيتواجد الطفل، فنحن كأهالي مفروض نختار بيئة جيدة لاطفالنا، اصدقاء جيدين لاطفالنا حتى نقدر نحفزهم اكثر على موضوع الثقافة والشغل على فكرة تثقيف الطفل. طيب استاذة، اليوم عم نشوف الاكثرية للاسف اكثرية الاطفال عم يتناولوا الاجهزة الالكترونية، ممكن يصير قراءة من خلال الكتاب الالكتروني، ولكن عم يسعوا اكثر شيء للالعاب لتضييع الوقت. هذا الشيء اكيد فيه اذى كمان جسدي لهم ولصحتهم ولعيونهم. اليوم الاهل يمكن ما بيعرفوا قد ايه مهم
انهم يثقفوا طفلهم اكثر هالشيء قد ايه ممكن يفيدهم بالمجتمع حتى، يعني اهميه وجود ثقافه عند الطفل. نحن نعطيه كتاب، نحكي له قصة، نشاركه حديث أو حتى نسأله أو نعطيه معلومات أو حتى من خلال الآيباد اللي بإيديه نخليه يتابع حتى برامج تثقيفية. هلأ الثقافة الإلكترونية صار جزء من حياتنا نحن ككبار، بنلاحظ أنه نحن كمعلومات عم نتجه نحو السوشيال ميديا، محركات البحث، الإنترنت. كمان نحن فينا نطبق هذا الشيء على أطفالنا، أنه نورجيهم هذا الآيباد أو هذا التاب، هو وسيلة كمان للحصول على الثقافة وللحصول على المعلومات. في كتير برامج تعنى بثقافة الطفل أو بتوصل معلومات بطريقة مبسطة عن طريق الفيديوهات، عن طريق القصة الحلوة، عن طريق الأنشودة اللطيفة. فنحن فينا نحط هاي مواقع البحث أو نحط هاي المواقع ضمن خيارات طفلنا ونحاول بشكل تدريجي كل يوم نخليه يشوف جزء منه. هلأ نحن كمان بدنا نرغب الطفل بموضوع الثقافة، إنك أنت مثلاً لما بتحصل على معلومة جديدة أو بتقرأ أنا بدي أعطيك جائزة، بدي حفزك. تشجيع الطفل والانفتاح نحو الثقافة هو اللي بيساهم إنه الطفل يصير بشكل تلقائي هو يقبل على موضوع الكتاب أو على القراءة الإلكترونية أو إنه هو يحب فكرة الثقافة وفكرة التعليم واكتساب معلومات جديدة. يعني نحن بدنا نحفز عن طفلنا روح البحث والاكتشاف، ويصير في تشويق بموضوع انه يعرف معلومة، يبحث عن إجابة، وهيك بنقدر نحن نسخر او نوظف الثقافة الإلكترونية بشكل إيجابي بحياة اطفالنا. كمان بنلاحظ انه علاقة الاطفال بالتكنولوجيا هي علاقة جيدة، يعني ممكن نحن نعلم الاطفال برامج برمجة من عمر صغير، نعلمهم على برامج كيف هن ممكن يعملوا فيديوهات لحالهم، كيف هن ممكن يكونوا اعلاميين، كيف هن ممكن يسخروا هاي الصفة حتى يقدروا يشتغلوا على حالهم، ويكون الاعلام او فكرة انه الطفل الاعلامي يكون في عنده قدرة على الإلقاء، على الحضور الجيد، هي جزء من الشخصية الثقافية له. لأنه دون حضور جيد نحن ما بنقدر نخلق شخص مثقف يشارك بالحوار، يكون في عنده رأي، يشارك بالآراء مع الآخرين. تمام. يمكن في فكرة كثير الناس بتقول إنه إذا كان في طفل ناجح بدراسته بمدرسته، دائما علاماته عالية، دائما من المتفوقين، فخلص هو حكما شخص مثقف. قد ايه يمكن هذا الشيء نوعا ما ما فينا نشمله على كل الأطفال؟ اليوم الثقافة في فرق بينه وبين النجاح الدراسي، خبرينا أكثر، قد ايه لازم يكون في ثقافة أكثر كمان بالحياة العامية لجانب الدراسة؟ أنا حكيت سابقا إنه فكرة الثقافة أو التعليم هي منفصلة ومرتبطة. كيف منفصلة وكيف مرتبطة؟ مرتبطة أولا إنه كل جزء معلومة، كل جزء من الدراسة أو معلومات عم ياخذها الطفل عن طريق الكتاب المدرسي أو عن طريق التعليم، هي عم تشكل جزء من ثقافته. لكن هي الثقافة اللي بتكون ضمن المنهاج الدراسي هي ثقافة محدودة. نحن بدنا نوسع آفاق الطفل، نحن بدنا نطلع الطفل خارج العقل الجمعي، خارج إنه خارج التفكير أو إنه يفكر خارج الصندوق. فهذا الشيء لازم يخلي عنا أنشطة متنوعة بالإضافة لموضوع الدراسة، وهيك نحن بنضمن إنه الدراسة تكون هي الأساس اللي بينطلق منه الطفل نحو الثقافة، وبنفس الوقت تكون تشجيع للطفل. وفي عندي فكرة كمان حابة أحكيها، إنه دائما نحن التشجيع بيكون للطفل المتفوق دراسيا، إنه هذا الطفل ذكي، إنه هذا الطفل لازم نشتغل عليه، وبيروح المعلومات بأهمله الطفل يلي أقل ذكاء، يلي عنده صعوبات بالتعليم، يلي منلاقي بطيء الاستيعاب وما عنده ميل لموضوع التعليم لسبب معين، إنه هو ممكن يكون بشخصيته أو في عنده مرض معين أو بالبيئة اللي عايش فيها الأهل ما عندهم شغل على موضوع الطفل وتعليمه. فأنا في عندي نداء لكل المدرسات بالمدرسة، إنه إذا شفتوا طفل أقل ذكاء أو عنده صعوبات بالتعليم، إنه تشتغلوا عليه أكثر من الطفل الذكي، هذا بحاجتكم أكثر وبحاجة إنه نحن نشتغل عليه أكثر حتى كمان نرغبه بموضوع الثقافة والتعليم أكثر. طبعاً نحن عم نتابع صور من فعالية المثقف الصغير يلي صارت مؤخراً بنادي القراءة التفاعلي. خلينا نحكي أكثر عن الفعالية، شو تضمنت وكيف كان تفاعل الأطفال حتى معها؟ كانت الفكرة عندي تبسيط مفهوم الثقافة بالنسبة للأطفال، فبدأت الجلسة مع الأستاذ غدير إسماعيل بمفهوم الثقافة، إنه حاولت أعرف شو أفكار الأطفال عن كلمة ثقافة. فطلع عند الأفكار عند الأطفال هي أفكار جزئية، البعض قال إنه الثقافة هي الدراسة، الكتاب، القراءة، المهارات، الموهبة، فكان في عندهم صورة جزئية عن فكرة الثقافة. بعدين تناقشنا شو أهمية إنه يكون في عندنا طفل مثقف بحياتنا، شو أهمية وجود طفل مثقف بمجتمعنا. البعض قال
احتمال انه هذا الطفل بيصير ذكي اكثر، شاطر اكثر، له حضور اكثر. فنحن توسعنا اكثر وشرحنا اهميه الثقافه بالنسبه للطفل، بحيث انه هذا الطفل يصير في عنده تحفيز او يصير في عنده انه هدف انه انا بدي يصير طفل مثقف، مو بس انا الطفل متعلم لكن طفل مثقف. بعدين عملنا مثل لعبه معلومات، قسمنا الاطفال لفريقين، فريق الف وفريق ب، وبلشنا بمسابقه ثقافيه بتحتوي على اسئله علميه ثقافيه متنوعه، تاريخ، جغرافيا، فلك، حتى اسئله بتتعلق باللغه العربيه ومعاني الكلمات. فلقيت عند الاطفال في معلومات كثير حلوه، لكن هن بحاجه للتوجيه او موضوع انه نحن نشتغل على طفلنا اكثر. كانوا يعرفوا الاجابات بصوره تقريبيه وليس بصوره دقيقه، وحاولنا بكل تفصيل بيحتاج الى تفصيل انه نحن نشرح للاطفال هذا السؤال اكثر، فشرحناه اكثر. تقريبا اخذت الجلسه اكثر من ساعه واكثر من 100 سؤال، والاطفال كانوا كثير مستمتعين بفكره السؤال والجواب، انه نحن عملنا الثقافه بطريقه لعبه. فهيك صار في عندهم تشويق اكثر ليعرفوا الاجابه، وصار في عندهم تنافس انه انا بدي اربح، الفريق الثاني اخذ نقاط اقل مني، فصار في تنافس بين الاطفال. وهذا الشيء كثير حلو انه حفزهم على موضوع البحث، البحث او انه نحن نلاقي اسئله واجوبه. ووعدوني انه هن يشتغلوا على فكره الثقافه بالبيت، وانه يطلبوا من اهلهم انه يحضروا محاضرات ثقافيه او يقراوا كتب جديده حتى يكتسبوا معلومات اكثر. تمام، يعني بالوقت اللي بنشوف فيه نسبه من الاطفال مشغولين بمواقع التواصل الاجتماعي او بشغلات ما بتفيدهم بحياتهم، كثير يمكن حلو مهم وجود هذول الاطفال بفئات عمريه مختلفه ضمن فعاليه المثقف الصغير. قد اليوم مهم تشجيع الاهالي للاطفال ليخطوا هيك خطوه لحتى يتعلموا اكثر عن الثقافة. هذا الشيء كثير مهم، لأنه نحن بحاجة لجيل مثقف واعي. الثقافة هي الوعي، الثقافة هي أنه نحن نرفع سوية مجتمعنا نحو سوية أعلى. فلما بيكون في عنا جيل من الأطفال مثقف، هذا جيل قادر على بناء المجتمع، قادر على أنه يكون إنسان منتج، إنسان ناجح بحياته من طفولته، ويقدر يقدم شيء للمجتمع. طبعا الأهل بيستفيدوا أكثر أنه بينما يكون في عندهم طفل واعي يستمع لإلهم الكلام، ما يكرروا يعيدوا الكلام كثير. فالطفل المثقف هو طفل واعي، قادر على الاستماع، قادر على الانتاج، وبيسمع الكلام، مو انه يسمع الكلام بطريقه مبرمجه انه ينفذ الامر، لا، لكن بيسمع النصيحه. وهذا الشيء بيسهل على الاهل مهمه المراهقه، وانه الاطفال يتعاملوا معهم بسن المراهقه، بيكون عندهم طفل واعي، فموضوع المراهقه والانحراف بيكون عنده اقل من الاطفال الاخرين. بيصير هذا الطفل يتوجه لانشطه مفيده له بفتره المراهقه انه ينمي شخصيته اكثر، وبالتالي كمان يكون في عنده اقبال على العلم، لانه الثقافه مرتبطه بالعلم مثل ما قلت، وبالتالي هو كمان بيحاول انه يحسن شخصيته اكثر، يشتغل على حاله اكثر حتى يكون انسان ناجح بالحياه. طيب استاذ، اليوم بالمنهج الدراسي بنشوف في اطفال كثير مبدعين بماده معينه، طفل شاطر بالرياضيات كثير، ولكن بالمواد الثانية ثقافته ضعيفة فيها، ما أنه مهتم هو، ولكن مبدع بمكان واحد. اليوم قد ايه مهم أنه نحن ندخل هي الثقافة العامة بالمنهج الدراسي، بحيث الطفل أوكي يكون مبدع بمادة، ولكن المواد الثانية كمان بنفس الوقت يكون عنده ثقافة عنا، دراسة عنا، حتى الثقافة العامة بشكل عام. يعني قد ايه مهم أنه نحن ندخلها بالمنهج الدراسي؟ هلا الطفل احيانا بيتميز بجانب معين او بيكون عنده موهبه، مثلا موهبه رياضيه مثل ما حكيتي حضرتك، موهبه علميه، موهبه فنيه، فدائما هي الموهبه هي هبه من الله عز وجل لهذا الطفل. لكن الطفل المثقف او الطفل الشاطر يعني هو طفل متوازن بشكل عام، يعني بيقدر يشتغل على كل المواد، صح بيكون مبدع بماده ثانيه بس اكيد ما راح يكون كسلان او مهمل لماده ثانيه. وهون بيجي دور الاهل لما بيشوفوا اطفالهم ضعيفين بجانب معين بدهم يشتغلوا على تقويته. انا شفت مثلا طفلتي ضعيفة بموضوع الكتابة، بموضوع القراءة، بموضوع اللغة العربية، فأنا بدي أشتغل عليها حتى تتطور وترفع سوية المعلومات اللي عندها. فكل شيء متعلق بالأهل أولاً، أي نوع من أنواع تطوير الأطفال هو على عاتق الأهل، لأنه خلال السنوات الأولى الطفل ما بيكون عنده أي وعي أو أي اهتمام غير اللعب، فخارج اللعب تفكيره بيكون كتير محدود، إلا لما بيبلش بموضوع الدراسة، التحفيز، التنافس بين رفقاته، أنه أنا أخذت علامات أعلى، أنا أشطر، هون بنبلش بموضوع الوعي، انه الاطفال يكونوا واعين انه هن يكونوا متفوقين بالدراسه، وانه يكون في عندهم تعدد بالمواهب، مو بس موهبه واحده، ويكون في عندهم اكتساب للمهارات عن طريق تنميه المهارات مع اخصائيين، مع الاطفال،
والمدرسة له دور كتير كبير. المدرسة مثل ما قلنا المناهج الدراسية متنوعة جدا، بتحتوي ثقافات مختلفة بالنسبة للطفل، لكن فكرة انه يكون في حصة معينة انا ناقش الاطفال فيها واعطيهم فيها معلومات بطريقة التفاعل بطريقة اللعب افضل بكتير من التلقين والحفظ، لانه الطفل لما بيتبرمج على موضوع الحفظ على موضوع التلقين بصير هذا الطفل غير تفاعلي، او نحن مثل هون حجمنا الابداع عنده. الابداع هو بيحتاج لتنمية المخيلة، لتنمية افاق الاطفال، لاعطاء الاطفال مساحة للحوار والنقاش. وكمان مهم انه الطفل يكون عنده جرأة على الجواب، انه ما يخاف من الإجابة. انا خلال الجلسات كثير بعاني مع اطفال انه ما بيحبوا يجاوبوا لانه بيخافوا يجاوبوا ويطلع الجواب غلط. يعني الطفل مبرمج على عقلية الأنسة والطالب، انا بدي اياه يطلع خارج هي المنظومة ليقدر هو يتحرر من خوفه ويقدر يشارك معلوماته ويقدر يصحح هي المعلومات. يعني الطفل لما نحن بنقمعه لما نحن بنقول له انت لازم تعرف إجابة صحيحة غلط، انت لازم تتعلم وتخطئ لحتى تعرف الإجابة الصحيحة، هيك بيكون تثبيت المعلومات بشكل أفضل وبيكون عند الطفل تلقائية بعملية التعليم أكثر. تمام. طيب من الثقافة الدراسية خلينا نحكي عن الثقافة الاجتماعية، ثقافة التعامل بالحياة العامية بالحياة اليومية اللي هي ممكن كمان هي جزء كتير مهم وصعب بنفس الوقت، كيف نحن نتعامل مع الأشخاص الكبار اللي حوالينا، ثقافة الاحترام، كتير من الأمور يمكن صعب نتعلمها بهي الثقافة خصوصا للأطفال. طيب اليوم بتلاحظي إنه في العديد من الأطفال بالأهالي بيقولوا لك إنه خلص بيمنعوا يحكي بيمنعوا يعطي رأيه بتصير شخصيته ضعيفة، فقد ايه مهم نركز كمان على أهمية الثقافة الاجتماعية للطفل؟ الثقافة الاجتماعية هي اللي بتأهل الطفل حتى يكون ناجح بحياته. تمام. الطفل يلي عنده ذكاء اجتماعي يلي عنده ذكاء عاطفي هو إنسان ناجح بحياته. فلهيك أنا حكيت أنه يعني الثقافة هي مو بس المهارات وهي الدراسة، لا، الثقافة هي ثقافة الحياة، أنه يكتسب من البيئة العادات والتقاليد يلي هي بتخلي يكون إنسان إيجابي. فكرة القمع عند الأهل بالنسبة للأطفال هي فكرة سلبية كتير، لأنه هون بيقتل روح الإبداع عند الطفل. فنحن لما بنعلم الأطفال السلوك الحسن ونعلم الأطفال القيم الإيجابية العليا، هون عم نخلق طفل ناجح بحياته، طفل ذكي اجتماعيا. أيضا أدب الأطفال هون له دور كتير كبير، لأنه من خلال أدب الأطفال نحن عم نوصل القيم الأخلاقية العليا، عم نوصل الصور الاجتماعية، إنه نحن كيف ممكن نتعامل مع كبار السن بطريقة لطيفة، كيف ممكن نتعامل مع الحيوانات وما نأذيها بطريقة لطيفة، كيف مثلا سلوك الكذب هو سلوك ما نو حلو، وكيف نحن مثلا ممكن نحافظ على بيئتنا. فأدب الطفل بهي الناحية يشتغل شغل كتير حلو، ونحن عن طريق القصص والأناشيد نقدر نوصل هي القيم العليا. وكمان تطبيق العائلة، انه يكون في مثل عليا بعائلتنا، انه الاب والام يكون في تعامل لطيف وحلو بيناتهم، في احترام، في نقاش، في حوار ايجابي بعيدا عن الخناق والصراعات. فالطفل من الاب والام بياخذ ثقافته الحياتيه وكمان كيف بيتعامل مع الاخرين. اكيد استاذه بالختام بدنا نتشكرك، وموضوع جدا مهم عن جد اليوم لكل الاهالي ولكل الاطفال لحتى يبنوا حالهم ويبنوا مستقبل حلو لهم. شكرا لك. شكرا على الاستضافه ونهاركم حلو. شكرا لك استاذه نور لوجودك معنا لليوم ولكل النصائح اللي قدمتيها. ان شاء الله يا رب كل المشاهدين يكونوا استفادوا من كلام حضرتك. ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا.